طيبة سمير غانم ستنجيه من المرض رسالة جديدة من دلال عبد العزيز. بسبب دلال عبد العزيز الإعلامي تامر أمين يواجه أزمة جديدة. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو ل9000 لايك. لو بتحب دلال عبد العزيز ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع دلال عبد العزيز. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. بسبب دلال عبد العزيز الإعلامي تامر أمين يواجه أزمة جديدة. واجه الإعلامي المصري تامر أمين أزمة جديدة بسبب الأخبار المتضاربة حول الحالة الصحية للفنان دلال عبد العزيز. وأوضح أمين في حلقة الخميس الماضي من برنامجه آخر النهار على شاشة قناة النهار أن دلال كتبت عبر حسابها في تويتر: سمير غانم إن شاء الله هيخف ويقوم بالسلامة ويبقى كويس لأنه راجل طيب. وعلق قائلا: يعني وهي على فراش المرض مش بتطمن الناس وجمهورها على صحتها؟ لا، بتطمنهم على سمير غانم. موقف صعب والحقيقة توجع قلبي أوي أوي. وأثار هذا التعليق الجدل مجددا حول تامر، إذ ثبت عدم صحة المعلومة وأن دلال عبد العزيز ليس لديها حساب على تويتر. الجدير بالذكر أن تامر كان قد صرح قبل أسبوعين بأن صحة الفنانة دلال تمر بتحسن نسبي وأنها قد تخرج من العناية المركزة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن مصدر الأخبار هو الفريق الطبي المسؤول عن متابعة حالتها، وهو التصريح الذي نفاه الإعلامي رامي رضوان زوج ابنة الفنانة. وقال رامي: الحالة الصحية الحالية لم تشهد تحسنا كبيرا، مناشدا الإعلاميين ضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار. طيبة سمير غانم ستنجيه من المرض رسالة جديدة من دلال عبد العزيز. كشف مصدر طبي في المستشفى الخاص الذي تعالج به الفنانة دلال عبد العزيز في مصر أنها دائمة السؤال عن زوجها الفنان الراحل سمير غانم وحالته الصحية دون علمها بوفاته. وأوضح المصدر أنها كتبت في أكثر من مرة رسائل له حين تسمح حالتها الصحية بذلك كونها لا تعلم بخبر وفاته حتى الآن، وبناء على طلب الأسرة وخوفا عليها من تدهور حالتها الصحية. وقالت المصادر إن الفنانة دلال عبد العزيز كتبت أكثر من رسالة حيث تحسنت حالتها الصحية قليلا، مضيفة أنها كتبت رسالة جديدة فحواها كالتالي: أشعر بوجع سمير غانم وصعوبة المرض، لكن ثقتي في الله لا حدود لها. طيبة سمير غانم ستنجيه من المرض. ووجهت دلال عبد العزيز رسالة سابقة إلى سمير غانم تقول فيها: إن أكثر ما يؤلمني ليس المرض ولكن الألم الذي يشعر به سمير غانم من نفس المرض. وتعاني الفنانة دلال عبد العزيز من تليف شديد في الرئة ضمن تبعات إصابتها بفيروس كورونا، وتحتاج كما يقول الأطباء لفترة زمنية كي تسترد رئتها قدرتها على العودة لطبيعتها كونها لا تستطيع التنفس بصورة طبيعية وتعتمد على أجهزة تنفس مساعدة. وتحسنت حالتها الصحية خلال الفترة الأخيرة إلا أنها عادت من جديد وتأثرت بعد أيام قليلة وفقا لصحيفة الوطن. وتسأل الفنانة دلال عبد العزيز عن زوجها الفنان الراحل سمير غانم بصورة مستمرة، إلا أن الأطباء يردون عليها بأنه مصاب بنفس المرض ويعاني من تبعاته ويعالج ومعزول وممنوع من الزيارة. تآكل كبير في الرئة أثر على التنفس، دلال عبد العزيز تعاني من مشكلة كبيرة. كشفت مصادر طبية من الفريق المعالج للفنانة دلال عبد العزيز أن مشاكل الرئة تزداد، وذلك رغم شفائها من فيروس كورونا، لكن الرئة تتآكل بشكل كبير وأثر ذلك على التنفس. وأشارت المصادر إلى أن ابنتيها دنيا وإيمي سمير غانم وزوجيهما رامي رضوان وحسن الرداد متواجدون بشكل دائم معها في المستشفى لا يتركونها، وأنها حتى الآن لا تعلم بوفاة زوجها الفنان سمير غانم بتعليمات من أسرتها خوفا على صحتها. وكشفت مصادر مقربة من الفنانة دلال عبد العزيز تطورت الإجراءات المتبعة مع الفنان القدير، وولها التجديد على الطاقم الطبي ألا يتحدث أحد الممرضين عن حالتها الصحية إلى جانب تقليل عدد الطاقم الطبي المختص بمتابعة حالتها الصحية، ويباشر حالتها حاليا طبيب واحد فقط حتى تضمن أسرتها عدم تسريب أخبار أمامها عن رحيل زوجها سمير غانم كي لا يصيبها الحزن وتسوء حالتها الصحية أو تتدهور لدرجة أكبر. وكان مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحية الدكتور محمد عوض تاج الدين قد أعلن أن الفنانة دلال عبد العزيز دخلت في مرحلة متلازمة كوفيد طويل الأمد، وهي مرحلة ما بعد التعافي من فيروس كورونا. الرئاسة المصرية تكشف عن مرض أصاب دلال عبد العزيز منعها من مغادرة المستشفى.
كشف مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحية محمد عوض تاج الدين أن الفنانة دلال عبد العزيز دخلت في مرحلة متلازمة كوفيد طويلة الأمد، وهي مرحلة ما بعد التعافي من فيروس كورونا. وأضاف تاج الدين في تصريحات تلفزيونية أن عبد العزيز تعاني من شيء اسمه بوست كوفيد سندروم، وهو مصطلح علمي طبي يأتي ما بعد الشفاء من فيروس كورونا، ولكنه يعتبر من الحالة القليلة أو النادرة. وكان تاج الدين قد أكد خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن ردا على سؤال مقدم البرنامج حول نسبة تعافي المرضى المصابين بتليف الرئتين بعد إصابتهم بكورونا مثل الفنانة دلال عبد العزيز والإعلامي وائل البراشي، قائلا إن نسبة قليلة من الحالات تصل إلى 10% أو إلى 15% هي التي تظل تعاني من بعض الأعراض عقب التعافي من كورونا، والتي تشمل وجود ألم في بعض مناطق الجسم وبذل مجهود أقل وصعوبة جزئية في التنفس واحتقان أو حدوث تليفات في الرئة. وهذه التليفات قد تشفى سريعا في بعض الحالات، وهناك حالات تحتاج إلى وقت طويل من أجل التعافي مرة أخرى. رغم سلبية كورونا، لماذا تأخر شفاء الفنانة دلال عبد العزيز؟ لا تزال الفنانة المصرية دلال عبد العزيز تخضع للعلاج رغم شفائه من مرض كوفيد 19 بعدما أصيبت بفيروس كورونا، إلا أن تطورات وضعها الصحي تشير إلى استمرار تأثرها بتداعيات كورونا. وكان الفنان المصري سمير غانم قد دخل أحد مستشفيات القاهرة لتلقي العلاج برفقة زوجته الفنانة دلال عبد العزيز بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، إلا أن نجم الكوميديا فارق الحياة في أواخر مايو الماضية. وكشف مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحية والوقاية محمد عوض تاج الدين تفاصيل تأخر بعض الحالات التي أصيبت بفيروس كورونا رغم سلبية المسحة مثل الفنانة دلال عبد العزيز. وقال تاج الدين خلال تصريحات تلفزيونية نقلت صحيفة الوطن المصرية إن هذا الأمر يحدث بسبب تداعيات كورونا أو مضاعفات الإصابة بها، وأضاف الفيروس نفسه ينتهي لكن فيه اسم أنا من أوائل الناس الذي أطلقته ويتم الحديث عنه فيك. والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن ننهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات. ما هو سبب عدم تعافي دلال عبد العزيز حتى الآن؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.